وياي احد. نعم دكتور، بس يعني بصعوبة يلا دخلنا مرة الثانية على اللزوم. اها ما يخالف، ننتظر فد كم دقيقة بس الجماعة خلي يرجعون مرة الأخرى. نعم استاذ انور، موجودة. نعم دكتور، واضح الصوت والصورة، واضح واضحة الصوت إن شاء الله. إن شاء الله. نعم استاذ بس واضح الصوت. ننتظر فد دقيقة دقيقتين بين اللي عنده يزيدون العدد هسه. صاروا 32. هذا دكتور هذا. ليش دا تشخبطون جماعتنا دا يشخبطون على اوكي دكتور، بلزحم عليك، المحاضرة مالت العملي بي 1 وبي 2 اللي ما حضرناها ممكن تنزل على الإدمودو؟ والله هو المفروض انه يدخلوا لياكم نزلوا لياكم على اليوتيوب اللي ما تحضروها، يعني التعليمات اللي نعم. جت بانه احنا ورا ما نخلص المحاضره هذه مثلا مو تسجل عندنا هاي ريكورد، نعم. راح نعم. ادخلها على اليوتيوب زين وياها ماشي، وادزلكم نعم احنا مالتها. فالمفروض انه الشيء اللي ما حضرته انه راح يجيكم رابط مال يوتيوب تدخلون مرت اللغه عليه تقدرون. احنا حضرنا للكليه يعني قبل البارحه، بس الدكتور ما اعرف حضرتك او غيرك قال اطلعوا واني راح انزل لكم اياها على قناه على التليجرام، بس ما شفنا رابط القناه مالت التشريح على التليجرام، ولا حضرنا ولا سجلنا حضور وكذا. جوز ما كملها لي هسه، احتمال أه. إذا تأخرت عليكم بس اتصلوا يعني بدكتورة مروة، لأن هي تنسق بيناتنا وبيناتكم زين. زين شلون نقدر نتواصل ويا دكتورة مروة يعني غير أنه نروح لها للكلية؟ لا أنتوا تقدرون يمكن تتواصلون وياها عن طريق شو اسمه الإدمودو نفسه. أها على الإدمودو موجودة هي بالصف الصباحي، يعني عادي نطلب نحكي وياها على الشات بالإدمودو؟ احكوا وياها او دزوا لها رساله، ترى هي البنيه كلش متفهمه وتساعدنا وتساعدكم، ساعدنا نعمل وياها مساله كيفيه الاتصال شلون استعمال الشغلات هاي هي الحمد لله. نعم استاذ، من ياخذنا بالعملي؟ والله هسه حاليا ما اعرف من هو المفروض انه كان واصلتني الاسماء، بس يعني هل هو دكتور جاسم راح ياخذكم بالعملي؟ ما متاكد والله حقيقه. كان دكتور كبير بالعمر بس ما تعرفنا عليه. دكتور جاسم رئيس هو دكتور رئيس قسم التخدير. زين رئيس قسم التخدير. الدكتور جاسم جراح مرموق والله حقيقه كلش ممتاز. نعم. احتمال هو اللي قصدكم به، هو الكبير بالعمر هو. اي صح دكتور، كلكم خير وبركه ان شاء الله، بكم البركه. بارك بكم انتم اللي جايين، احنا رايحين ويا ان شاء الله. زين الله يخليكم، عمرك طويل ان شاء الله. دكتور العفو، انا مو كلش دائما في بغداد، يعني طالع وخارج وراجع لبغداد، فداخلكم فقط اونلاين هسه حاليا وامتحانات اشوف شلون، بالتالي في وقت من الاوقات اشوفكم حقيقه. انا هسه المحاضره. دكتور العفو، بالنسبه للامتحانات أين؟ بالنسبة للامتحانات يعني شلون طبيعة الأسئلة مثلا، شلون نحفظ هذا كله يعني نصا أو نفهمه فهم، يعني شلون الأسئلة مثلا اختيارات أو شنو تعاريف؟ المفروض هذه يعني الأساسيات، خصوصا الأرقام، يعني مثلا هسه عندك هنا primary function مال الانتستين لازم تعرفوها، مثلا ثلاث شغلات هاي معينة. زين الأجزاء مال small intestine يعني 3، لم حتى لما مكتوبة هسه، أنتم موجود الكتاب عندكم، ترى هو نفس المعلومات اللي موجودة هنا موجودة بالكتاب اللي دزيت لكم. أنتم نزلتوا الكتب عندكم لو لا؟ أنا نزلتها 634 ورقة عشان الكتاب هي فيها صور هواية، احنا اختصرناها حقيقة، هذه 634 اختصرت الى هالمستوى ماشي. زين هذه اللي يريده هو هذا، احنا الكتاب
حقيقة مرجع لكم زين ومصدر أنه تقدر أن تستعمل زين. شوفون بي أخاف فتشي واحد مو واضح هنا ممكن أنه يتوضح هنا. العفو دكتور، بالنسبة للمحاضرات يعني أكو ملازم أو الكتاب هو نزل نفسيته؟ لا لا، الكتاب يعني كبير بس تستعملوه وتنزلوه، بس تستعملوه إذا كانت مو واضحة هاي المحاضرات. المحاضرات ملازم، إذا أنتم تريدون تسوون ملازم وهو نازل عندكم كبي دي أف بس اللي هي أساسا ملزمة موجودة بالتليفون أو موجودة بالحاسبة تقدرون تنزلوها، هي هاي نفسها تنزل مسويها على شكل بي دي اف. يعني هم طلبوا من عندنا انه نسوي لكم بي دي اف على مود تنزلوها بالنسبه لكم. ان شاء الله ممنون عيني دكتور. الله ليش تطبعوها كاوراق وتضيع وخوسه وهاي، او اللي يريد هي نفسها يقدر يطبعها اوراق زين. بس بلا زحمه استاذ، انا من سحبتها ما صارت الكتابه واضحه، يعني اكو كلمات ما طلعت عدل يمه بالمكتبه، يعني نص الكلمه تطلع. إيش عجب هذه؟ ما أدري والله. صارت يعني الكتابة بالمقلوب شيء معاكس شيء، سويت اثنين ونفس الشيء. تأكدي، خلي هو أبو المكتبة لازم واحد عنده خبرة شوية بالحاسبة على مود يقدر يسويها للبي دي اف. أوكي. أستاذ الزحمة، إذا أريد الملزمة كاملة مال المادة كلها من أجيبها؟ مال المادة كلها هسه حاليا ما موجودة، مال المادة كلها أعطيكم أسبوع أسبوع. مع المحاضرة محاضرة العفو استاذ، بس المحاضرة يعني قبلها قبل 3 ايام قبل علينا هواي يعني، يعني انت تريدها كلها شو تسوي بها هسه؟ هواي اهم حصيل يعني تقدر يعني السر انه هواي كثر انه يضيع عن له هاي. احنا حقيقة مطلوب من عندنا انه قبل ما نبدي المحاضرة بيومين او 3 ايام لازم نسلم اياكم، فهو اساسا راح تشوفوها انتم معلنة لكم قبل يومين او 3 منهم زين. ان شاء الله ان شاء الله. عفوا استاذ، انزل على اليوتيوب. نعم، اذا 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 المحاضره وبعدين الاسئله بلا زحمه عليك دكتور. اي الاسئله في نهايه المحاضره او تزوليها على شكل على شكل شنو رسائل لل ممكن اجاوبها عليكم زين. نحاول نبدي عيني على مود لا نتاخر. اي والله بلا زحمه عليك دكتور. اوكي هسه وصلنا الى نبدي هي الامعاء الدقيقه. انتم تعرفون الامعاء اكو شنو نوعيتين، الدقيقه والغليظه زين. سمول انتستين اللي هو الامعاء الدقيقه هي حوالي 6 امتار بالطول. اتس ديفايدد انتو 3 بارتس، ثلاث مناطق. الديودينم اللي هو شنو ال 12 از ابروكسيمتلي 25 سنتيمتر لونج. The pancreas secrete pancreatic juice along the pancreatic duct into the duodenum. بس قبل ما يدخل بديودينام راح يتصل بالبيليري دكت الهيباتيك دكت زين. البايل اللي delivered to the duodenum via the common bile duct زين يتصل ويا pancreatic duct بفتحة واحدة يسموها سفنكتر. هالفتحة نسميها أمبولا أو فاتر زين، وبها سفنكتر بها صمام اسمه سفنكتر اوف اودي. فاذا يطلع من البنكرياس قناه ويجي من الكبد والبليري دراكت زين قناه اخرى ويتصلون سوا زين ويسووا لك امبولا فاتر. بالتالي هناك اكو شفا صمام يسموه سفنكتر اوف اودي زين، وياها يطلع من عند هالمواد اثنيناتها مال البنكرياس ومال البايل اللي هي ماده الصفراء، اثنيناتهم يطلعون من عندها بداخل بداخل الديودينام. الجيجنم الطول مالته حوالي مترين ونص and is the middle part of the small intestine. والإليم حوالي 3.5 meters. It meet the large intestine at the ileocecal valve. Ileocecal valve يعني بين الإليم وبين السيكم اللي هي بداية شنو اللارج كولون. This valve prevents the backflow of the products of digestion from large intestine إلى small intestine. The small intestine is innervated by both parasympathetic and sympathetic nerves. It receives its arterial blood supply from the superior mesenteric artery and nutrient-rich venous blood drain into the superior mesenteric vein and eventually into the hepatic portal vein toward the liver. The primary function of the small intestine is absorption of nutrients. It has several
adaptation to facilitate this. فإذا أهمية ما small intestine إنه absorption تمتص المواد الغذائية. فأكش لأنه هذا نحتاج هل function فأكش بها عدة شغلات بال small intestine. The permanent circular faults within the mucosa and submucosa slow down the movements of the products of digestion, allow time for absorption. يعني أكوش فوض أكوش قويات موجودة داخل الانتستين زين هذه تبطئ زين الموفمنت ماليش مال الكايم مال المادة الغذائية لما تبطئها على مود شنو على مود يصير بالابزوربشن على مود يصير بها امتصاص. On the surface of the mucosa are tiny finger-like projection called villi. داخل الميكوزا مال الانتستين أكوش projection مثل الأصابع يسموها villi وبالفيلاي أكوش مايكرو فيلاي زين يعني بلايت صغيرة. On the surface of the villi are cytoplasmic extension called microvilli. The presence of microvilli greatly increase surface area for absorption. Absorption area. Okay. There are four types of cells present in the mucosa of small intestine. أربع أنواع من السيلز موجودة. Absorptive cells produce digestive enzyme and absorb digestive food. فإذا موجود بها إنزيمز اللي يسوي digestion للفود وبنفس الطريقة هي نفس السيلز اللي يسوي absorption. الgoblet cell اللي هي secrete mucus زين والenteroendocrine cells produce regulatory hormones such as secretin and corticocytokine and Paneth cells produce lysozymes which protect the small intestine from pathogens. الترجمة خلي نحكي على الترجمة الأساسية absorptive cell اللي هي الخلايا اللي يصير بها امتصاص من تسوي امتصاص للمواد الغذائية. digestive enzymes هي الإنزيمات زين اللي هي تهضم المواد الغذائية والabsorption هو شنو absorb digestive food مثل ما قلنا امتصاص. goblet cell goblet cell هي يسموها goblet cell بس هي شنو تفرز مادة الميوكس الميوكس مادة مخاطية اللي بروتكت اللي هي تحمي الانتستين تحمي الأمعاء الدقيقة from abrasion من الجروح من الجروح من العطل لأنه راح ينزل بها حامض من الستومك راح ينزل بها مادة قاعدية من جاية من البايل من مادة الصفراء زين فممكن تأذي هذه الانتستينال سيلز هذه الميوكاس تحمي السيلز. الانترو اندوكراين سيلز اللي هي حقيقة نوع من الغدد الصمية الداخلية اللي يصير بداخل الأمعاء اللي تفرز هرمونات تنظم عمل الأمعاء اللي مثل هرمون السكريتين وهرمون الكوليسيستوكاينين. الباريث سيلز تفرز مواد أيضا مثل الإنزيمات مثل المواد الكيميائية اللي أيضا تحمي السمول انتستين تحمي الأمعاء الدقيقة من الباثوجينز. الباثوجينز هي من حقيقة من الخلايا المرضية يا خلايا مرضية مثل البكتيريا أو الفيروسز which have survived the acidic condition of the stomach اللي هي طبت بالستومك وكان أكو شيء أسيد موجود هناك وما كتلها لكنه تجي هنا بالإنتستين موجود هاي اللايزوزايم شو تسوي لها؟ زين كسرها الخلايا البكتيريه. In the pits between villi بين الفيلاي هاي اللي يسووها زين are glands called the intestinal crypts or the crypts of Leberhan. Intestinal juice is secreted from the cells of the crypts in response either to acidic kind اللي يجي من الانتستين أقول من الستومك مادة حامضية تقوم تفرز هاي المواد اللي نحتاجها بالهضم irritating the intestinal mucosa or distension from the presence of chyme in the small intestine. هسه حنشوف بالحقيقة نفسر هذه شلون صاير. لو شوفون هنا بالحقيقة هذه قد شكل السمول انتستين واللارج انتستين طبعا هذه الستومك انتو شفتوها وقلنا هاي البايلوريس ويبدي هنا شنو يبدي ديودينا ديودينام يؤدي الى ججنم وججنم يؤدي الى شنو الى الاليوم. هذا الاليوسيكال فالف اللي حكينا عليه
اللي بريفنت انه يرجع الكايم من اللارج انتسم اللي من منطقة السيكم، هذا نسميها السيكم، الى انه الاليوم، فيبقى هنا موجود. اوكي، فهي الاساس مالتها. لكنه ايضا this is the cecum, this is ascending colon، هذا القولون الصاعد، هذا القولون المستعرض نسمي transverse colon، transverse colon، وهذا القولون النازل اللي يسموه descending colon، descending colon. فهذا ascending الصاعد، هذا descending، هذا transverse colon. زين، وهنا السيجمويد اللي هو على شكل S، زين، قولون على شكل S، ثم المستقيم اللي نسميه ركتم، المستقيم اللي نسميه ركتم. هنا كتشين على الداخل ماليش مال انتستن بي فولز قلنا، والفولز بيها فيلاي، زين، هذه الفيلاي زين وياها. اوكي، فاذا هذه الميوكوزا، زين، الفيلاي اللي هي مثل بروجكشن مثل الاصابع، يطلع من عندها مايكرو فيلاي. هذه شنو؟ مايكرو فيلاي، هذه مايكرو فيلاي، يعني بلاصه صغيره، اصبع صغير صايبه، زين ويا. لو تشوفون انه يدخل به شنو ارتري ويخرج منه شنو فين، ارتري ويخرج منه فين، وشنو مغذى بواسطه شنو ليمف. فلما يصير ابزوربشن بالمواد من هالمناطق، ابزوربشن من هالسيلز، زين، وين يروح؟ يروح للفينز، ويروح لمن؟ للليمف، ويروح بالتالي لمن؟ للبادي. اوكي، وهاي التايبس مال السيل اللي حكينا عليها، هنا المايكروفيلاي، زين، اوكي، الجوبلت سيل، ابزوربتيف سيل، هذه اللي يحكي عليها الابزوربتيف سيلز، وهنا بيها مايكروفيلاي، زين وياها. وهذا الجوبلت سيل اللي يقول لكم وينها موجوده، شكلها شلونها، اللي تفرز شنو ميوكاز قلنا، وهاي الانترو اندوكراين، وهذه البانث سيلز. اوكي، حكينا عليها، فواضحة هنا بالرسم، يرادكم ترجعون على الرسم على مود يصير فهم أكثر. البنكرياس، البنكرياس هو composed of exocrine and endocrine tissue، هو بالحقيقة عبارة عن organ اللي هو جزء عضو من أعضاء الجسم، زين وياها، بنوعيتين من الخلايا، خلايا تفرز بداخل تيوب توصل إلى الجسم، وخلايا اندوكراين اللي هي خلايا فارزة لهرمونات تدخل بداخل الدم، اوكي، اللي يسميها اندوكراين. فاذا اكسوكراين، زين، واندوكراين في نفس الوقت، في نفس الوقت هي هذا العضو عبارة عن غدة، زين، اكسوكراين واندوكراين في نفس الوقت. It consists of head and body and tail، يعني بيها راس وبيها جسم وبيها شنو ديال التيل، ديال التيل ديال، اوكي، الهيد شنو راس. The cells of the pancreas are responsible for making endocrine and exocrine products. فإذا هي تكون هرمونات وتكون انزيمات، تكون هرمونات، زين، تدخل بداخل الجسم، زين، تنقل بواسطة البلاد، وتكون انزيمات وهرمونات تنقل بداخل شنو؟ بداخل البنكرياتيك داكت، وتنفرز وين؟ داخل الانتستين. The islet cell of Langerhans produce endocrine hormone. جزء من البنكرياس يكون شنو؟ الانسولين. انتو سامعين بالانسولين، الماده اللي تهضم السكر بداخل الخلايا، زين، واللي عنده واحد سكر، زين، الانسولين مالته شو يصير به؟ يقل. وفد هرمون اخر يسموه جلوكاجون. ديس هرمون كنترول كربوهيدرات ميتابوليزم، يعني تنظم عمل، زين، الميتابوليزم مال الكربوهيدرات. The acini gland، هاي قلنا islet cells، بينما the acini glands of the exocrine pancreas produce 1.2 إلى 1.5 liter of pancreatic juice daily، يعني حوالي لتر ونص، أقل من لتر ونص من البنكرياتيك جوس اللي ينفرز بالبنكرياتيك دكت. The cells of the pancreas secrete bicarbonate ion which gives pancreatic juice its high pH. High pH يعني يصير قاعدي. فإذا هي تخلي البنكرياتيك فلويد قاعدي. زين، فلما يجي الحامضي من الستومك يتصل منه ينزل بالانتستين يلتقى أيضا هنا القاعدي فيعادله، زين، الحامض مال المعدة. فالحامض مال المعدة ما يقوم يأذي
الميكوزا مال يشمل بنكرياتك juices consist of water, mineral salts, ماي وشنو أملاح معدنية. بنكرياتك أميليز, فإذا إنزيمات زين اللي الأميليز اللي هو يهضم شنو الكربوهيدرات زين used to complete the digestion of carbohydrate, ولايبيسز اللي هي الإنزيمات اللي تهضم شنو الليبيد زين, وتريبسين وكيموتريبسين وكاربوكسي بيبتايز اللي هي تهضم شنو البروتين. Pancreatic juice travel from the pancreas via the pancreatic duct into the duodenum and the hepatopancreatic umbilicus. Okay. زين. نيجي هنا نشوف البنكرياس. احنا مو قلنا هذه شنو الديودينم اللي 25 سنتيم هذه. زين بداية السمول انتستين. مو حكينا عليها. قلنا على شكل يو شيب. يو شيب. مثل اليو. زين. بداخلها يقعد شنو البنكرياس. البنكرياس بخلايا نوعيتين مثل ما قلنا. قسم من الخلايا تكون شنو انسولين وغلوكاغون. وقسم من الخلايا تكون غير مواد على شكل إنزيمات اللي تهضم الأكل. فبالتالي لما تيجي زين ويا تفتح الهيباتوبنكرياتيك أمبولا يسموها أمبولا أوفاتر هنا. دا شوفوها هذه مكتوبة أمبولا أوفاتر. زين تنفتح هنا. ويل هيباتيك دكت. ماشي. اثنينات. دا شوفون هنا هذه شنو المرارة. إذا دا شوفوها المرارة لونها أخضر. تعرفون المرارة شنو؟ بالتالي هسه نجي زين. هذه قناة المرارة تتصل بالقناة الكبدية وتكون القناة الموحدة زين اللي تتصل تشوفوها هنا ويا الحركة ويا من ويا البنكرياتيك دكت وتنفتح بداخل شنو الديودينم داخل 12. اوكي واضح زين. نعم دكتور. طبعا الكبد هذا الجزء الايمن من الكبد وهذا الجزء الايسر من الكبد. ماشي صورة واضحة هذه كلش ويمكن أنه ترجع عليها على مود تحفظ الشغلات اللي بالنسبة للكبد هسه اللي شفتوه يوزن بين كيلو إلى كيلوين تلايس أندر the diaphragm جوا الحجاب الحاجز الدايفرام الحجاب الحاجز protected by the ribs زين يحميها شنو الأضلاع اللي موجودة عندنا زين ولهذا لما تنضرب أو شيء على مود لا يتمزق الأضلاع قدامها فوقها هي تحميها. The liver occupies most of the right hypothalamus. يعني الجزء الأيمن من ما تحت الصدر زين منطقة زين أكثرها هذه بالحقيقة يمشي بها شنو الكبد موجود بها. Extend through parts of the epigastric region إلى المنطقة ما تحت وسط البطن زين وinto the left hypochondrial region. وجزء من عنده خصوصا الجزء العفو ده تشوفون هذا الديافرام ده تشوفوا هذا الديافرام واضح مو بالنسبه لكم هذا الديافرام اللي هو الحجاب الحاجز فهذا الجزء الايمن من الكبد زين وهذا الجزء الايسر فاذا يشمل الجزء الايمن من الهايبوكوندري يعني ما تحت الصدر وجزء من المنطقه اليسرى جزء من المنطقة اليسرى. أوكي؟ زين ويا. أوكي. زين. Liver composed of loops which contain hepatocytes. موجود به خلايا اللي يسموها hepatocytes. الhepatocytes اللي هي خلايا الكبد are protected by Kupffer cells. Kupffer cells هي خلايا بالحقيقة مناعية. زين يسموها macrophages هي. نوع من الماكروفاج. زين. فهذه موجود فإذا داخل الكبد موجود الhepatocytes. والماكروفاجز اللي نسميها كوفر سيلز. A branch of the hepatic artery, a branch of hepatic portal vein, and a bile duct are present here. وين موجود؟ بداخل اللوبس هذه. زين. The hepatic portal vein deliver nutrients rich blood from the digestive tract. هسه حكينا انه اذا ما يصير absorption بالانتستين يروح الى veins والveins اللي موجوده بالفيلاي توصل الى البورتال فين. تشوفوها هسه تذكروها حكينا عليها. قلنا هذه لما يصير absorption منها راح يروح للهالفينز زين وحتى للمن للنف وهذا النف هم يذهب إلى نفس المنطقة زين للبورتال هذا اثنين يروحون للبورتال فين البورتال فين اللي إذا يحتاج عليه هنا أوكي
فإذا the hepatic portal vein deliver nutrients rich blood from يعني بمواد غذائية زين اللي جاية من الانتستين يوصلها إلى الهيباتوسايتس. Nutrients can be used, nutrients يعني مواد غذائية can be used for energy يعني على مود يكون طاقة زين أو إنه يصير خزن للطاقة or used to make new molecules أو يسوي كربوهيدرات أو بروتينات أو ليبيد هناك يعني يبني. فإذا المعمل الكيماوي مال الجسم وين موجود؟ بالكبد بالليفر زين وياه. الليفر sinusoids are large leaky capillaries that drain the blood from the hepatic artery and hepatic portal vein into the central vein. Central vein اللي هو يسموه بالتالي يتصلون سوى زين central vein central veins ويكونون الهيباتيك vein. This processed blood is then drained into the hepatic vein and on to the inferior vena cava. هاي بالتالي زين راح نحكي عليها لما نوصل للارتريز والفينز. البايو produced by the hepatocytes مادة الصفراء. مادة الصفراء البايو هو المادة الصفراء. أنتوا كلكم شايفين المادة الصفراء لما دجاجة مذبوحة أو طري مذبوحة كلكم تشوفوها شكلها مادة خضراء لونها على صفار. Produced by the hepatocytes as a metabolic byproducts move toward the bile canaliculi. زين فإذا يتكون بالكبد وتروح للبايل كانيكولاي بالتالي البايل داكت ويوصل يتركز وين؟ يتركز بالمرارة. المرارة كيس عبارة موجود في أسفل الكبد. فإذا مادة البايل مادة الصفراء تتكون بالكبد زين وتنقل إلى أنه توصل تتركز وين؟ بالكيس المرارة. كيس المرارة هنا يصير بها concentration يعني يصير تركيز بيها وبالتالي عند الحاجة تنفرز مارتل توصل إلى وين؟ إلى small intestine. أوكي؟ صار معلوم بيها؟ فإذا bile produced by the hepatocyte as a metabolic byproducts move toward the bile canaliculi and on to the bile duct. Bile then leaves the liver via the common hepatic duct toward the duodenum. The liver produced and secrete up to 1 liter of yellow green alkaline bile per day. حوالي جد لتر يوميا ينفرز من البايل من الكبد ومن المادة الصفراء إلى من؟ إلى الانتستين. Bile salts such as bilirubin from the breakdown of hemoglobin. زين فإذا bilirubin بداخل هاي المادة بها كوليسترول بها fat soluble vitamins بها fat بها mineral salts وبها mucus. حكينا على المواد اللي تطلع من البنكرياس وحكينا على المواد اللي تطلع شنو من الكبد. فإذا أكو مواد تطلع من البنكرياس ومواد تطلع من الكبد. The role of bile to emulsify fat شي يسوي له بالحق على مود digestion ماتو على مود absorption فيسوي digestion للفات giving the fat digested enzyme a larger surface area to work on. هذا السينوسايد ماليش مال الكبد. لو شوف هذا هيباتوسايز وبيناتها أكوش موجود شنو كفر سيلز اللي قلنا زين الماكروفاج زين ويجي بينز زين ويتكون شنو يتكون شنو هنا السنترال فين. السنترال فين يتصل واحد 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 إلى أنه يوصل إلى الهيباتيك بينز. أوكي بينما هنا من ناتج شنو يجي هيباتيك أرتري ويجي البورتال راج من البورتال فين فهذه بين هذا اللي قلنا حكينا عليه سينوسايد زين. ها ما تنتهي هاي الاغنيه اللي تبثوا لنا اياها عفوا انا نمشي هون بعد شويه الظاهر ما راح تنتهي زين بس فطير هاي مال كرتون يمكن يشوفون يتفرجون وعايفي على الكرتون احنا هم نتفرج وياهم جماعه زين اوكي عادي دكتور الى هنا ويا اطفالهم ماكو مشكله هاي فتره الريست مالتنا اوكي apart from the production of bile and the metabolism of carbohydrate fat and protein the liver has many additional functions بالاضافه الى الميتابوليزم مال الكربوهيدرات وفات بروتين عند الكبد ايضا عنده فانكشنز اخرى هذه الفانكشنز مال الكبد واحد اذا
الثاني detoxification of drugs, recycling of erythrocytes, deactivation of many hormones, including sex hormone, thyroxine, insulin, glucagon, cortisol, and aldosterone, production of clotting proteins, storage of vitamins, minerals, and glycogen, synthesis of vitamin A, and heat production. فإذا الفانكشنز مال الكبد هي هذه. اوكي؟ وهذه مهمة. كلها لازم تحفظ. ماشي؟ فديتوكسيكيشن مال الدراج، ريسايكلينج اوف اريثروسايت، لأنه يصير بالحقيقة الاريثروسايت، أنتم تعرفون أنه الاريثروسايت اللي هي ار بي سي اللي هي الكريات الحمر، كل ثلاثة أشهر شو يصير بها؟ ديستركشن. زين؟ البواقي مالتها اللي هي المادة الهيم، اللي هي المادة اللي ينخزن بها الأكسجين لما تروح للرئة، هاي المادة بالحقيقة تتكسر هنا وتكون من أدها مادة البيليروبين. زين، deactivation of hormone، زين، مثل ما قلنا هاي including the sex hormone, insulin, glucagon، بالإضافة إلى production of clotting proteins. يعني إحنا لما ننجرح وننزف، زين، يصير تخثر بالمنطقة، أوكي، ويوقف النزف. لكنه لو الكبد مو زين وما موجودة هالمواد اللي يكونها الكبد، يظل ينزف الجسم. أيضا تكوين فيتامين دي وهيت برودكشن، كلش مهم إنه الجسم إنه يبقى على مود العمليات الكيميائية مع الجسم، بأنه يبقى الجسم ضمن حرارة معينة، زين، ومن ولي يزودك الحرارة أكثر شيء ويديمها، بالإضافة للعضلات، صح، العضلات تديم تسوي حرارة، زين، الفانكشن مالته والفانكشن أذر بادي فانكشنز ايضا يسوي حراره، لكنه الاكثر الحراره تجينا من الكبد. الجول بلادر اللي هي شنو؟ كيسه صفراء، از سمول جرين ماسكولار ساك، زين، عضلي، فاذا كيس عضلي، وش لايز بوستيرير تو ذا ليفر، خلف الكبد، ات فانكشنز از ريزرفوار فور بايل، فاذا العمل مالتها انه شنو؟ تخزن الريزرفوار، يعني خزن، زين، اوف بايل، ماده الصفراء، until it is needed for digestion، إلى أنه نحتاجها للهضم. When a smooth muscle walls of the gallbladder contract, bile is expelled. لما يصير contraction للمصل مالي اسمه هالكيز، زين، البايل شو يصير بي؟ يندفع إلى cystic duct وإلى common bile duct، بالتالي يدخل للديودينم. Okay. The content of the small intestine moves slowly through the small intestine by a process called segmentation. هاي البروسيس اللي نسميها segmentation هي عبارة عن slow، يعني بطيء، انتقال بطيء للمادة الحائم اللي هي المادة الغذائية اللي متجانسة، زين، تنقل ببطء خلال الأمعاء الدقيقة. This allows time to complete digestion and absorption. هذا يعطي time للabsorption. Entry to the large intestine is controlled by the ileocecal sphincter. بالتالي تنزل المن إلى large intestine. The sphincter open in response to the increased activity of the stomach and the action of the hormone gastrin. إذا من هو يسيطر على هذا السفنكتر، على هذا الصمام؟ زين، الغاسترين إضافة إلى content. Once food residue has reached the large intestine, it cannot backflow into the ileum. يرجع للإليوم. Large intestine تقريبا طول هجقت متر ونص، زين، and 7 سنتيمتر in diameter. طبعا large 7 سنتيمتر عرض شنو؟ large intestine. It is continuous with the small intestine from the ileocecal valve. فإذا هي امتداد المن للأمعاء الدقيقة، زين، من بداية الإليوسيكال valve. And ends at the anus. وينتهي وين؟ منطقة المقعد أو المخرج. Food residue، بقايا الأكل، enters the cecum، تدخل السيكم اللي هو مثل ما قلنا الجزء الأولي من large intestine، من الأمعاء الغليظة، and has to pass up to the ascending colon، ويصعد للأسندينج كولون، وقلنا بالتالي يروح للترانسفيرس كولون، وبالتالي يوين للديسندينج كولون، out of the body via the rectum، بالتالي ينتهي إلى المستقيم يسموه، وبالتالي الانر كلار والانس. زين، the cecum is descending sac like opening into the large intestine. The veriform appendix، هسه بدي اشوف لياكم مرت اللخ بالحقيقه، على بدي اشوفكم
أوكي. إحنا قلنا هذه اللارج انتستين ده شوفوها كلش واضحة. هذا قلنا سيكا زين، وهذا أسندي كولون، وهذا ترانسفيرس كولون، ديسندي كولون، بالتالي الركتم والأينال كنال ثم الأينال سفلى. أوكي. بس لو شوفونا كل زائدة لحمية موجودة هنا، هاي ده شوفوها زين، كم واضحة عندكم لو لا؟ ما واضحة؟ واضحة الابندكس، واضحة واضحة. هو هذا الابندكس يعني دكتور، واضحة واضحة بالنسبة لكم شنو المصانع زين وياها. أوكي. فإذا the vermiform vermiform appendix is in the narrow tube-like structure. اللي إذا نحكي الأبندكس هو المصارعة، which leaves the cecum but is closed at its distal end. في النهاية مالته زين مسدود. The large intestine اللي هي الأمعاء الدقيقة الميكوزة، الميكوزة مالتها الجزء الداخلي مالتها بالحقيقة الأنسجة الداخلية مالتها contain large number of goblet cells. The goblet cells اللي حكينا عليها تفرز شنو؟ mucus، تفرز مادة مخاطية. That secrete mucus to ease passage of food, feces. ليش؟ لأنه سهل شنو؟ الحركة ما ليش؟ ما الخروج. And protect the wall of the large intestine. Anal sinuses secrete أيضا mucus in response to fecal compression. فإذا هذا أيضا تكبير المن large intestine. ولو شوفون هنا شنو هذا الأسندك كولون، this is the cecum، وهذا شلون يدخل من الإليم زين، واللي نسميه اليوسيكال سفنكتر هذا موجود هنا، وهذا شنو الأبندكس كلش واضح، وهي الفتحة مع الأبندكس مرات تنسد هاي الفتحة يصير التهاب هنا ويسميه أبندسايتس التهاب زين الزائدة الدودية. هذا الترانسفيرس كولون زين، وهذا شنو الاسندك كولون، وهنا سيجمويد زين اللي عبارة عن S، حرف الS زين، الركتم والإنال كنال ثم الإناس. لما نسميها هوسترا هذه، هاي تخصرات، التخصرات اللي موجودة نسميها هوستريشن أو هوسترا زين ويا. أوكي. هاي مو متخصرة، هاي الانتستين أيضا هذه تعطل الموفمنت. The food residue from the ileum is fluid. لما يطلع الفود كايم من الإليم يوصل للسيكم زين على شكل فلويد، وين انترس ذا سيكم اند كونتينز فيو نيوترينز، وما باقي بها قليل من المواد الغذائيه، اكثرها هي مواد سيلولوزيه وغير مواد اللي ما نحتاجها. ذا سمول انتستين از ريسبونسبل فور سم اوف ذا ابزوربشن اوف ووتر، بات ذا برايمري فانكشن اوف ذا لارج انتستين از تو ابزورب ووتر. فاذا البرايمري فانكشن المهمه الاساسيه لمن للأمعاء الغليظة هي شنو؟ امتصاص الماء. And turn the food residue into a semi-solid feces. Large intestine also absorbs some vitamins, minerals, electrolytes, and drugs. أيضاً يصير امتصاص لبعض الفيتامينات، الأملاح والإلكترولايت زين، وقسم من الأدوية يصير من large intestine. Food residue usually takes زين. يعني اعتياديا الاكل من تبلع الى انه يطلع بالخروج زين، البقايا مالته الحقيقه يحتاج من 24 الى 48 ساعه زين ويا. 500 ml of food residue enter the large intestine daily, approximately 150 ml leaves as feces، اللي حوالي 150 سيسي من الفيسز. As feces enters the rectum, the stretching of the wall of the rectum. The external anal sphincter is under voluntary control. The voluntary هو نهاية الأنس زين external زين ويا، لكنه قبلها كلها voluntary movement. If it is appropriate to do so يعني يحتاج defecation وموجود عندك health sensation ووضع مناسب defecation can occur. Contraction of the abdominal muscle and diaphragm creates intra-abdominal pressure. يعني لما تريد تطلع بطن واحد يصير contraction مال الابدومينال مسل، يصير تقلص بالعضلات مال البطن وتقلص بالحجاب الحاجز، فيزداد الضغط مال داخل البطن، ضغط البطن في زيادته راح يدفع زين الخروج الى الخارج. After a few minutes
the urge to vote will subside and will only be felt again when the next mass movement through the large intestine. Feces اللي هي الخروج is a brown مادة جوزية semi-solid شبه صليبة إنزين. It contains fiber موجود بها fibers استيركوبلين اللي هي المادة الملونة لها إنزين من البيليروبين الwater المي fatty acids إنزين shed epithelial cells and microbes. Why بها microbes? استيركوبلين gives feces its color a brown color. فالستيركوبلين هو اللي يعطي المادة الجوزية مالته. An excess of water in feces results in diarrhea. This occur when food residue passes too quickly through the large intestine. The absorption of water cannot occur. Conversely, constipation occurs if food residue spent too long in the large intestine. هنا definitions حقيقة هذه أحتاج أنتم تحفظوها لأن هذه ما بيها شرح. الهيباتوسايت حكينا عليها اللي هي شنو السيلس مال الليفر اللي حقيقة تسوي فانكشن. الهيباتيك بورتال فين هي الفين ذات ديليفر ديزولف نيوترينز تو ذا ليفر زين تودي نيوترينز للليفر. هيباتو بنكرياتيك أمبولا ذا سايت وير ذا بايل داكت بنكرياتيك داكت ميتس زين. فهاي التعريف كلها تصور أنتم المفروض أنتم بالتالي ترجعون عليها وتحفظوها لأنه كلها تضمن الشرح. هذه موجودة كلها تضمن الشرح على مود شنو سهل لكم إنه شنو معرفة الشرح مالك. أوكي يعني دكتور نعم بس هاي اللي الصورة اللي قلت لنا عليها نحفظها من المحاضرة لو شلون يعني يا هالصور هاي اللي قلت عليكم يعني ما يحتاج شرح يعني بس هي هاي اللي نحفظها من وين الصور قصدك لو شنو اللي تحفظوها؟ لا لا قصدها التعاريف المختصرة اللي بالنهاية دكتور تقول هو هذا المختصر اللي إذا حكينا بها من ضمن المادة اي هي هاي من ضمن المادة لأن يعني هي هذه حكينا بها زين يعني أنتم لو تمرون عليها زين الهيباسوسايت هسه حكينا عليها زين نعم دكتور بالضبط زين فأكثرها الهيدروكلوريك أسيد زين ماد الهيدروليسيس شنو معناه؟ نعم دكتور. زين هايبوكوندريك ليجن إليام إليوسيكال فالف إنجشن. يعني هاي دكتور بدون زحمة ملخص مال المحاضرة مثل ما نقول. مو ملخص لا هذه تعاريف إحنا مو حكينا بالإنجليزي. أشياء مهمة يعني. زين قسم قلتوا هاي شرح لنا إياها بالعربي شرحتها بالعربي بس الشرح مالتها بالإنجليزي هذا لهالمواد زين اشرح لنا شنو الليفر زين. شنو الليفر سينوسايز اللور اسوفجيال سفنكتر قلت لكم شنو الصمام اللي موجود في اسفل المريء زين بس هنا كاتب لي اياكم هو شنو اللور اسوفجيال سفنكتر فالف بتوين ذا اسوفاجس اند ستومك زين ويا هذا من ضمن الشرح اوكي فهذا شرح للماده واضح دكتور واضح واضح تصور اوكي زين عندكم سؤال اخر أوكي. اي سؤال على مود ننهي حقيقه زين نشكرك دكتور تنزل على اليوتيوب ان شاء الله هذه المحاضره هذه كلها راح تنزل على اليوتيوب باش المحاضرتين الاولى والثانيه زين يعني اللي قبل الستة واللي بعد الستة وعشرة اوكي عاشت ايدك بارك الله فيك على اليوتيوب ان شاء الله باش اذا اكو عندكم شفتوا هاي الطريقه ما الشرح يعني غير مفيده تريدون سريع يعني نمشي بيها ما نحكي بالعربي نحكي بالانجليزي بس قولوا لي يعني لا دكتور لا دكتور اليوم والله كلش محاضره يعني حتى افتهمنا من يومها ممتعه افضل يعني بالحقيقه لانه انتم معلوماتكم بالانجليزي شويه مو كلش قويه هسه حاليا يرادها لمده يلا تتقوى زين ففضل انه نحكي بالعربي شوي وياها على متوصلكم بصوره اسهل للقضايا ان شاء الله اي رحم الله والدك دكتور اي والله ما تقصر اوكي ان شاء الله دكتور يا ريت او تنقسم قسمين لان طويله حال المحاضره وقتها هي ترى المشكله انه تعرفون انتم خلينا ترى من 5 ل 7 ونص المحاضرات مالتكم زين دكتور بدون زحمه بقيه المحاضرات مو يجي طويله يعني اقل الساعه ونخلص مو ما ادري يعني هي بعدهم ترى بس هسه راح الماده طويله الماده هي المادة طويلة اي مادة التشريح طويلة والمواد حقيقة اللي خلينا اياها هواية
أكو إحنا ده نختصر أخويا شغلات حقيقة. إيه طبعًا، ولأن جهاز الهضم شيء مرتبط بشيء، ما يصير لازم يكمل. وإن شاء الله الأجهزة دكتور يعني نحاول إنه نشوف فيكم بأنه يصير أسهل، بس مؤكد أكثر. ما تقصر دكتور، ما تقصر. رح يصير أصعب يعني مثلًا كارديوفاسكولار جزء أصعب رح يصير. بس نحاول إنه نشرح لياكم بحيث تكون مفهومة أكثر. أوكي عيني؟ True false. أوكي دكتور أوكي. أوكي إن شاء الله بالتالي نحكي على الامتحانات وشلون. تمام. احفظوا وظائف الكبد، احفظوها. الكل مو بس وظائف الكبد. أوكي. سهل ان شاء الله دكتور. نشكرك دكتور، نشكرك حبيبي. شكرا عيني. شكرا دكتور. هلا وهلا بك. السلام حبيبي.